قراءة إسبريس في كل مكان. السلام عليكم. ضيف إسبريس اليوم من مدينة أوتاوا هو الفنان المغربي فنان الدراما والمسرح والسينما محمد خويي. غنحاولوا نقتربوا منه ونحاولوا نطرحوا عليه أسئلة حول سبب مجيئه لأوتاوا، حول كذلك غيابه على المسرح، وكذلك رأيه في الدراما المغربية. خليكم مع هذا اللقاء الممتع. لابد من الشكر لإسبريس على الاستضافة، هو الصديق الأخ أبو علي، فأنا سعيد جدا لوجود ديالي هنا بهذه المدينة الجميلة، المدينة الهادئة، مدينة أوتاوا. وجيت هنا لأن السياحة، من أجل السياحة، من أجل التعرف على أجواء أخرى، على مدينة أخرى، وعلى بلد آخر. هذا شيء لابد منه، الإنسان تغير الأجواء، ولابد أنك تحس بواحد نفس جديد يمكن اللي يشجعنا إن شاء الله على العطاء أكثر. شيء فرحني كثير هو هذه الجالية المغربية اللي تلقيت هنا، سواء بنواحي ديال مدينة مونريال أو هنا في أوتاوا. جالية اللي رحبت بنا بواحد الشكل كبير، وأنا جد سعيد باللقاء معهم، لأنهم من خلالهم عرفت إلى أي حد أنهم كيتبعوا المنتوج المغربي، سواء السينما المغربية أو الأعمال التلفزيونية. بالنسبة للمسرح اللي كيخاصنا نعرفوه، هو أنه ما نظنش أنه شي واحد اللي يحب المسرح وحبه من كل قلبه وعطاه كل ما عنده، يعني مستعد أنه يضحي من أجل المسرح، من أجل الفن، ويتخلى على المسرح بواحد الشكل. لأنه كاين بزاف ديال الإخوان اللي كي يوخدوا عليا أنني ابتعدت على المسرح، لكن المسرح أنا بالنسبة لي هو باش كنشارجيو هذوك البطاريات ديالنا، يعني البطاريات ديالنا، دواخلنا، أحاسيسنا، مشاعرنا، باش أنني نكونوا في المستوى، لا بالنسبة للسينما ولا بالنسبة للمسرح، يعني بالنسبة للتلفزيون ولا بالنسبة للسينما. المسرح شيء مهم بالنسبة للممثل. أنا ما نكرهش لو أنني مرة في السنة يكون عندي عمل مسرحي ونطلع للخشبة المسرح أمام الجمهور، لكن كيفاش أنا ما كان مع نفسي كنقول ما يمكنش أنني نطلع للخشبة المسرح من أجل أنني ندير مسرح، غير ندير مسرح، لكن باغي ندير مسرح اللي يكون مفيد، مسرح اللي يعطي إضافة للجمهور المغربي، اللي يعطي إضافة للمسرح المغربي، اللي يعطي شي حاجة اللي يتمتع بها الجمهور المسرحي في المغرب واللي كيحب هذا الميدان. أما أنني غير هكذاك، فلهذا كنقول بأنه كيخص أولا نص مسرحي، ثم أنه الظروف عندنا ديال المسرح فهي جد صعبة. هنا كنقول صعبة، ماشي صعبة لأنه في تداربها لا، هذاك شيء كل شيء هو عادي بالنسبة لنا، أننا ندربوا على عمل مسرحي، نوجدوا عمل مسرحي بجدية باش يكون في المستوى. لكن ظروف من بعد ما أنني ندير عمل مسرحي، فين خصك تعرض هذا العمل المسرحي؟ إيه صحيح أنه كاين بعض القاعات اللي ولاو الآن، ولكن ماشي في كل المدن المغربية، ماشي في كل مثلا حتى المدن الصغيرة اللي في المغرب، يعني كاين المدن اللي ما تلقاش فيها، يمكن دير ديكور على حسب مسرح، مثلا مسرح عمر الخميس، لكن ملي تبغي تعرض في مدن أخرى فكيخصك تجي تدي الرباع ولا الثلث ديال داك، يعني كتولي هنا أنك تنقص من الإبداع اللي أنت بدأتي في هذاك العمل المسرحي باش أنك تعرض في واحد القاعة اللي هي غير صالحة للعرض. ثم أنه كان ما كاينش تشجيع للجمهور المغربي باش أنه يحضر، فكنظن بأنه الآن وزارة الثقافة كيخصها تشوف كيفاش تلقى واحد الطريقة، واحد الحل، واحد أنه تقترح علينا شي حاجة باش أنه الجمهور المغربي يرجع للمسرح، يتحبب ليه المسرح، تولي عنده أنه متعة أنه يجي يشوف أعمال مسرحية. وكاين قضية أخرى، هو أنه الأعمال المسرحية اللي كيخصها تزيد المستوى ديالها يرتقي أكثر. لما نشوفوا الأعمال المسرحية، أن كل مرة كتمشي العمل المسرحي عندنا واحد المشكل، أنه في المغرب بزاف ديال الناس اللي داروا المسرح وضحوا من أجل المسرح وكيحبوا المسرح وداروا أعمال اللي في المستوى، ناس مثلا كبروا في السن أو كذا، ما بقيناش كنشوفوا بعض الوجوه، وجوه كثيرة. يعني احنا عندنا في المغرب دائما كنشوفوا بحال كنبداو من الأول، فملي كنبداو من الأول يعني ما عمر الجمهور يجي، الجمهور كيجي بأنه كيعرف واحد الأسماء، تيعرف واحد الوجوه هي اللي كتجعلو كيجيب. احنا في المغرب ما كنلعبوش على 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 النجم، ما كنلعبوش
يلعبوش على الاسماء المعروفه. انا ما كنقولش بانه احنا ضد الشباب والمبتدئين، حتى احنا واحد الوقت كنا مبتدئين وكنا شباب وكذا، لكن دائما كيخص يكون واحد ما بين اعمال المسرحيه اللي فيها شباب وفيها ناس اللي عندهم تجربه في المسرح واللي اللي هما عندهم جمهور ديالهم اللي هما كيجيبوه. السؤال اللي هو كتجيك صعيب الاجابه عليه، علاش؟ لاننا حنا ماشي راسين. مره كنشوفوا مثلا اعمال اللي كتبان في المستوى وكنفرحوا وكنقولوا هذه اعمال اللي غادي تزيد تشجع الجمهور على حبه للمنتوج الوطني وتزيد اكثر واكثر. فاذا كان عندنا كيتبعنا 50 واحد في التلفزيون، غادي يعني في هذا العام هذا راه يمكن غيتزادوا 50 اخرى والعام الاخر. لكن كاين سنه كتجي اعمال في المستوى وسنه كتجي اعمال اللي هي المستوى ديالها هابط وماشي في المستوى اللي كيبحث عليه الجمهور المغربي. هذا ما عرفناش كيفاش، لانه احنا بقى عندنا شويه الفوضى، عندنا الفوضى ماشي شويه، عندنا الفوضى بزاف في الميدان الفني. الميدان الفني ما كنشوفوش اللي كيستحق الحاجه هو اللي كيخدم، المشخص اللي يستحق انه يكون في واحد العمل كيخصو يكون فيه، المخرج اللي هو مخرج نعترفوا به بانه مخرج وبانه عنده امكانيه العطاء وانه عنده امكانيه ديال انه يطور الاخراج والدراما في المغرب، كذلك بالنسبه للكاتب وكذلك بالنسبه للتقني. فكل الناس اللي كيعملوا في الميدان، انا كنظن ماشي كنظن ولكن انا متيقن، لو اننا نبداو نعطيو لكل واحد القيمه اللي يستحقها وكل واحد نبداو نعطيه يعني التشجيع اللي يستحقه، كل واحد ونفتحوا الباب للناس اللي يستحقوا، يعني غادي نمشيو مزيان وغادي تكون دراما اكثر غادي، لانه عندنا مشخصين في المستوى وعندنا مخرجين في المستوى وعندنا تقنيين في المستوى. لكن كنوجدوا بانه بزاف ديال الاعمال ما كنلقاوش تقنيين اللي في المستوى ما كيشتغلوش لانهم كيطلبوا واحد الثمن وهذا من حقهم، مشخصين في المستوى ما كيشتغلوش لان كيطلبوا ثمن وهما من حقهم، كذلك بالنسبه للكاتب بالنسبه لاي واحد كيشتغل في هذا الميدان. يعني كل واحد بدات كيتولي عنده تجربه اللي ينفع بها الدراما المغربيه فكنبعدوه وكنقصيه وتنقولوا بانه كيطلب الثمن مع انه هو اللي احنا صالح لنا وما خصناش نبقاو دائما نبداو من الاول. كاين عمل اللي انتهينا من التصوير ديالو من بعد رمضان اللي هو ولا عليك، هو من الاخراج ديال الاخ والصديق والصديق علي المجبود، وهذا نظن واش حتى رمضان عاد يشوفوا الجمهور او من بعد. كاين عمل اللي انتهينا منه قبل بن رمضان، هو حتى هو مع القناه الثانيه اللي هو عين الحق للاخ والصديق المخرج عبد السلام القلاعي، ما عرفتش وقتاش غادي نشوفوه، سمعنا بانه في سبتمبر ولكن ما نظنش يعني من بعد سبتمبر او يقدر يبقى حتى هو حتى لرمضان. هذه اعمال، المهم كاين هذه مجموعه ديال الاعمال اللي باقي ما شافهاش الجمهور المغربي. الان كاينين اقتراحات او انني مقترح في واحد المجموعه ديال الاعمال التلفزيونيه والسينمائيه، وان شاء الله من بعد ما نرجع للمغرب غادي نحاول نتلاقي بالمخرجين اللي غادي نتكلموا على هذا الاعمال هذا، وان شاء الله نتمنى انه الاعمال تكون في المستوى وطرق الجمهور المغربي ويحبها ويتمتع بها.